كيف ستتعاطى الحركة مع بعض الخلايا الخاصة لتنظيم الدولة أو ولاية خراسان خاصة في العاصمة كابل؟ بشكل كجماعة ليس لها وجود، أي جماعة بأي اسم غير موجودة في أفغانستان، هذا أمر ثابت. أما الأفراد الذين يشوشون أو يثيرون المشاكل في منطقة أو في منطقة أخرى، فهذا موجود في جميع العالم، حتى في الدول المتقدمة المتطورة التي تملك من القدرات والإمكانيات وغيرها من الأمور التي يمكنها من السيطرة على الوضع الأمني والتحكم في الوضع الأمني، تحدث مثل هذه الأمور، وقد حدثت قبل أن تحدث في أفغانستان، حدثت في الدول الغربية وفي الدول الأوروبية وغيرها من الدول، وهذا يحدث. إذن نحن فيما يتعلق بنا فنحن مستعدون تماما، لا نسمح لأي أحد أن يزعزع أمننا الداخلي أو أن يشكل خطرا من أرضنا على الآخرين، على أمن الدول الأخرى. فالإمارة الإسلامية متعهدة بذلك تماما، ولأن وجود المشاكل في داخل أفغانستان قبل أن تكون خطرا أو تشكل خطرا على الدول الأخرى، فهي خطر على شعبنا، خطر على بلدنا. فالآن الأمور استقرت والحرب قد انتهت، فليس هناك، والاحتلال أيضا انتهى، فليس هناك أي ذريعة لأي أحد أن يثير المشاكل، ونحن متفائلون وإن شاء الله مقتنعون تماما بأنه لا تكون هناك مشاكل إن شاء الله.